عارف الشلاش مشكلة. دونك كيف ما شفتوا في لي ديسكوسيون الاخرين وفي هاد لا ديسكوسيون دابا كوناكتيف هاد لي ديسكوسيون الاخرين في لا كولابوراسيون ديال كوناكتيف مع امبر نتورك فيستيفال في هاد العام ليديسيون ديالو ديال 2021 اللي كتهضر على بوست ديجيتال ايغنورانس. دونك امبر فيستيفال هاد العام دار واحد نتورك و كاينين بزاف ديال النتورك نودز في بزاف ديال الدول. كاين امبر بلاتفورم في اسطنبول, داراغاس في ازمير, نيو ميديا سوسايتي في طهران, داه بروجيكت في شيراز, كوناكتيف في كازابلانكا, باب في خرطوم, سهربان في بعلبك, بيشبك كونتوبوري في بيشكيك, اند اديف في القاهره وفي برلين. دونك هاد لي زاكتيفيتي هما هبريد وكاينين في نفس الوقت بزاف ديال لي لوكاسيون اونلاين في العالم. دونك كوناكتيف وسط هاد الفيستيفال دايره دي ديسكوسيون وواحد ليكسبوزيسيون على لو سوجي ديال لا ديكولونيزاسيون ديال لي نيوفونس وديال المعرفه في لير بوست ديجيتال. دونك اليوم انا لميا اشعري اللي غادي نهضر على لابروش انترسيكسيونال لا ديكولونيزاسيون ديال لي زار. دابا غادي ندير واحد لا بريزونطاسيون صغيره بالانكلي بالنسبه للناس اللي معنا اللي ما كيهضروش بالدارجه وبالفرنسي. Connective launches its festival in collaboration with the Amber Network Festival on this year's edition on post-digital ignorance. So this year's edition is taking place at Ruyun in Berlin and in the Network Nodes Amber platform in Istanbul, Daragas in Izmir, New Media Society in Tehran, Dah Project in Shiraz, Connective in Casablanca, Bab in Khartoum, Sahraban in Balabek, Bishbek Contemporary in Bishkek, and Adef in Cairo and Berlin. So all the activities are hybrid and take place in various locations and online at the same time. So in this festival, Connective organizes discussions and one exhibition around decolonizing ignorance and knowledge in the post-digital era. So today we have Lamia Ashari, a researcher in sociology, who will present their approach on intersectional approach to decolonization and arts. دونك باش نهضروا على هذا الموضوع خاصنا نعرفوا بان في لو 20 سيكل وقعوا واحد لي ترانسفورماسيون سوسيال اللي خلاونا نهضروا على لي ديفيرونس سوسيال ما بين لي جونغ اللي كانوا قبل من هاد لو 20 سيكل كانوا كيجيسيفيو بلا بيولوجي. دونك لو كونسيبت ديال لو جونغ جا باش يبدل هذاك النظره والتفكير اللي ناتوراليستيك على لي ديفيرونس دو جونغ. دونك جندر ستاديز هي واحد الحقل ديال الدراسات اللي كيبين بان لو جونغ عنده علاقه بلو مون سوسيال واللي كياناليزي العلاقه الاجتماعيه اللي كيخلقوا هذوك لي بوزيسيون ديفيرونسي اللي كانوا قبل كيتعتبروا انهم ناتوريل وبيولوجيك. كاينين بزاف ديال لي تيوري اللي كيكونسيبتواليزيو لو جونغ وكل وحده فيهم كتعطي واحد لا كونسيبسيون ليدونتيتي لو بوفوار العلاقه الاجتماعيه ولا ترانسفورماسيون ديال هاد لي كاتيجوري كاملين. وكل تيوري كتركز على وحده من هاد لي ديمونسيون اكثر من الاخرين. مؤخرا ولينا كننظروا لو جونغ بزاف وكناخذوا بعين الاعتبار كاع العلاقات اللي كاينين ما بين هاد العلاقه الاجتماعيه كاملين. دونك كيمبرلي كرينشو هي واحد سيفيل رايتس اكتيفيست اللي كونسيبتواليزات هاد لارتيكولاسيون ما بين لو جونغ و لو بوفوار وكاع لي غولاسيون اللي كيدخلوا في هاد
فهاد المعادله، وهضرات على الانترسيكسيوناليتي في اول مره في 1989. دونك اليوم في هاد لا ديسكوسيون هضرنا على لميا الشاعري اللي هو ريسيرشر في السوسيولوجي، باش يبين لنا لابروش ديالو لهاد لا كيسيون ديال لا ديكولونيزاسيون ديال لي زار من واحد المنظور انترسيكسيونيل، يعني تقاطعي. دونك لميا يلاه مؤخرا كمل البي اتش دي دكتوراه ديالو في السوسيولوجي في لونيفرسيتي ديال حسن 2 ديال كازا، وكيخدم على لو جونغ و لو بوفوار في السينما المغربيه، وفين كيعطي واحد لابروش انترسيكسيونال فيمينيست، واحد الاناليز اللي هي فيمينيست لو كونتكست و لو كونتوني ديال السينما المغربيه ما بين 1990 و 2010. دونك نقدر نعطي لميا الكلمه باش يعرف براسو ويعطينا اون انتروداكسيون على الفيمينيزم وعلى لا ديكولونيزاسيون وكيفاش عندهم علاقه مع بعضياتهم. شكرا لك صوفيا، شكرا للكوناتيف، شكرا للفستيفال. المهم لميا اشعري واحد الانشناء فيمينيست سورتو. صراحة باش نعرفوا الفيمينيزم أو النسوية شوية صعيب، لأن مكنظنش أنه كاينة نسوية وحدة، كاين بزاف ديال الأنواع ديال النسوية أو ديال الفيمينيزم. دونك مي باتخ بلوتو باش نكون بغاف ونعطي واحد الفكرة اللي هي واضحة، الفيمينيزم هو واحد الفكرة فينالمون راديكالية بأن كاع الناس سواسية كما كان الجندر ديالهم، يعني كيفاش هما كيعرفوا راسهم أو الأورينتاسيون ديالهم سيكسوال أو اللون ديال البشرة ديالهم، كاملين عندهم الحق بأنهم يكون عندهم أن أكسي لي دغوا، أن أكسي مثلا الدراسة، الصحة، لأي حاجة سواسية بنفس الطريقة، يعني ما تكونش من ديسكريميناسيون بازي على شي حاجة. وهنا فين كتدخل كنظن الانترسيكسيوناليتي في الفيمينيزم، لأن هاد اللعبة القضية اللي قلتي ديال مثلا الأورينتاسيون سيكسوال أو التعبير الجندري أو النوع الاجتماعي أو اللون ديال البشرة كنقولو لاغاس أو حتى الطبقة الاجتماعية اللي كتكون منها ديك لا بيرسون، هادو كاملين داخلين في كنسميو تقاطعية. كنظن أن هضرتي على كيمبرلي كريشوا، حيت المهم هي أول وحدة اللي استعملت هاد الكلمة واللي نقولو نظرات ليها في 1989. و جو بونس كو ليكزامبل اللي كانت عطات ونقدر نعطي لو ميم إكزامبل حيت كيبان لي أنه إكزامبل واضح ونقدرو نفهم منو شناهي التقاطعية. هي تخيلوا بأن كاينة أون أوزين، واحد المصنع وفيه نساء اللي هما سود وفيه رجال اللي هما سود وفيه رجال بيضين ونساء بيضين. بيان سور خصنا نحطو هادشي في الكونتكست ديالو اللي هو أمريكان في لخر ديال الثمانينات، سيزم كبير بزاف وباقي حتى الآن، وكاينة لا سيغريغاسيون. دونك رجال بيضين غيكون عندهم حدود اكثر بانهم مثلا يتدلو في الصالير او لا يقدر يكون عندهم ان بوست دو ريسبونسابيلتي اكثر بيان سور من الرجال اللي هما سود. النساء بيضين نقدر نقولوا بانهم مثلا في الجروب ديالهم غادي تعطاهم دي بوست دو ريسبونسابيلتي بلوز او موان، ولكن ورجال سود ا مومون دوني يقدروا مثلا يكون عندهم دي بوست ماشي دي ريسبونسابيلتي ولكن نقول يتزادهم في الصالير، حيت كاينين لايرز، كاينين بزاف ديال البوايج. كاين لو فات ديال ان النساء السود غادي يعيشوا واحد الاضطهاد اكثر من الرجال السود، لان اولا كاين ما يسمى السكسيزم لانه نساء، لان النساء
كيعيشوا سكسيزم، لان حنا فواحد العالم اللي هو ذكوري، وكاين حتى الغاسيزم يعني العنصريه، لان البشره ديالهم سوداء، ولان الكونتكست اللي عايشين فيه كاين عنصريه اللي هي كبيره. هنا فين نقدر نهضر على التقاطعيه، يعني بان جوج تاع الناس واخا يكون عندهم نفس، كيعبروا على راسهم بانهم جوج نساء، ولا عندهم واحد نفس التعبير الجندري، ماشي ما كيعيشوش الاضطهاد بنفس الطريقه. مثلا الى حطينا امراه اللي هي اتيرو مع امراه اللي هي لزبيان، واخا بجوجهم كيعيشوا السكسيزم وكيعيشوا واحد الاضطهاد ديال الذكوريه وكيعيشوا التحرش وشحال من حاجه اللي نقدر نقولوا بانها بحال كليرمون، ما كاينش نفس، ما كيعيشوش نفس الاضطهاد، لان وحده اتيرو وحده لزبيان. دونك هنا فين نقدر نهضروا على التقاطعيه، وتقاطعيه مهمه لان هي اللي كتخلينا نفهموا علاقات ديال القوى كيفاش كيقدروا يعيشوهم لي زانديفيدو. فوالا، ما عرفتش واش جاوبت على الاسئله ديالك مزيان، ما عرفتش واضح مزيان ولا لا. لا ناضي معاك. مازال غنزيدو نهضروا شويه على هذا الشيء. دونك الكونسيبت ديال التقاطعيه بان كيف ما قلت قبيله في 1999 1989 مع كيمبرلي كرينشو. وكيفاش بدا؟ هو ان كيمبرلي كرينشو انتقدت لانفيزيبيليتي ديال لا فام نوار في انترسيكسيون ديال لو جونغ ولا راس. يعني انتقدت او ميم طون الناس اللي كانوا كيخدموا على لي فيمينيست اللي نقدروا نقولوا عليه الوايت فيمينيزم، و او ميم طون الناس اللي كانوا كيخدموا على لو راسيزم. دونك واش تقدر تشرح لنا هاد التقاطعي، هاد الباراديغم ديال التقاطعيه، وكيفاش ديفلوبا من هاد الوقيته لدابا، وكيفاش هاد لابروش ديكولونيال تقاطعات وتلاقات مع الفيمينيزم، حيتاش جمعات جوج ديال الاضطهادات اللي هما لو جونغ و لا راس. كما شرحت قبيله زعما مهم التقاطعيه علاش مهمه، اولا كيفاش، ما عرفتش واش بغيتي نعطي ليكزامبل ديالها نيس ديال كيمبرلي، ولا بغيتي نناقشها اون جينيرال؟ وي عطيت، تقدر تناقشها اون جينيرال، مي هضرت على كيمبرلي كرينشو حيتاش جوستمون هي اللي بدات بهاد القضيه ديال الانفيزيبيليتي ديال بلاك ويمن اللي عندها علاقه بالديكولونيزاسيون. دونك كيفاش التقاطعيه ولا ديكولونيزاسيون كيقدروا يتلاقاو؟ هما كيتلاقاو، دونك كيتلاقاو لان ما يمكنش لينا نديكولونيزيو ونديرو ديكولونيزاسيون، بعدا خصنا نشوفو شنو هي الديكولونيزاسيون. ما عرفتش ممكن واحد هادو سي دي كونسيبت اللي كنقدروا نستعملوهم دائما، وهما غادي يكونوا كونسيبت اللي هما كبار نميت التقاطعيه. ديكولونيزي هي بانه كنحاولوا نتسائلوا فينالمون، هي كطرح واحد المجموعه ديال التساؤلات على المعلومات اللي عندنا حنايا كناس اللي عشنا واحد الاستعمار، ماشي غير كدي بوب اللي هما عاشوا الاستعمار او مستعمرين في دماغنا، ولكن لا بلوبار ديال لا برودكسيون ديال لو سافوار اللي كاينه في العالم او لا كي ايتي اكسيسيبل حتى الان دايرينها رجال بالضبط، عاوتاني سيس جندر، بيضين، عاشوا في اوروبا غالبا ديال الوقت. يعني هذه من جهه، داكشي علاش كنقولوا بان كنحاولوا ديكولونيزي، يعني تراين تو ليرن نوليدج، تراين تو ليرن وات وي نو. هذه من جهه. من جهه اخرى لا ديكولونيزاسيون كترافق العمل النسوي او لانتيرسيكسيونيتي في العمل النسوي، لانه مثلا في المغرب النسويات الاولاد في الاربعينات، لان انا كنعتبر بان الموفمون فيمينيست بدا في زاني 40 في المغرب، يعني النسويه كما عرفوها او كما فهموها ككونسيبت مثلا في السبعينات عرفوها عن طريق النساء اللي هما بيضات، النساء غالبا اللي هما فرنسويات، لان العلاقه ديالنا مع المستعمر الفرنسي اللي خلات بان تكون عندنا اناكسي ا دي زانفورماسيون اللي جايين من فرنسا travers l'éducation, à travers les médias, à travers le cinéma, à travers chacun des films. Donc,
علاش لا ديكولونيزاسيون اي لانترسيكسيونيتي غاديين مع بعضهم او لا كي وحده كتاثر على الاخرى؟ لان حنا كنقولوا نعتبروا الناس اللي هما كيعتبروا راسهم فيمينيست في المغرب راهم سي بيرسون اللي هما الناس اللي البشره ديالهم ماشي بيضاء اوروبيه غالبيه ديال الوقت، الناس اللي ما عندهمش واحد لي بريفيليج بحال الناس اللي هما بيضين، وما كنعيشوش الاضطهاد بنفس الطريقه وما كنعيشوش في لو ميم كونتكست. دونك مزيان بانه نستعملوا دي تيوري فيمينيست، ولكن الفيمينيزم كما قلت من الاول راه ما كاينش ان فيمينيزم، كاين دي فيمينيزم. ان الفيمينيزم كيطبق او لا كنفكروا على حسب لو كونتكست اللي كنعيشوا فيه، على حسب الاضطهادات اللي كنعيشوا فيهم حنايا في الكونتكست اللي حنايا عايشين فيه. هنا فين كتدخل الانترسيكسيوناليتي؟ دون سونس بان مثلا انايا ك انسان عايش في المغرب اكلاغمون ما كنعيش الاضطهاد بحال شي انسان اللي هو يعتبر مراه او امراه في السويد، اكلاغمون سي با لا ميم شوز. دونك هنا الانترسيكسيوناليتي او نيفو ديال لا راس، مي اوسي او نيفو ديال لا كلاس سوسيال. اون بيرسون اللي هي من اون كلاس سوسيال مويان او لا دون كلاس سوسيال اللي هي لاباس عليها، ماشي هي اون بيرسون اللي من كلاس سوسيال اوفريير اونتر غيومي، لان ما كنعيشوش نفس الاضطهادات، و دوزيامون ما كاينش لاكسي لانفورماسيون بنفس الطريقه، وما كاينش الحق او الاحقيه بانك تكون عندك لاكسي ليدوكاسيون بنفس الطريقه، ولا العمل ولا الصحه ولا ماشي نفس الحاجه. دونك خاصنا كنظن انه ما باش نقدروا نعتبروا بانه ان فيمينيزم اللي هو بعقله، كما كنعتبر انا بانه ان فيمينيزم بعقله، هو ان فيمينيزم اللي اون سوبوز دي كيسيون، كنسالوا فيه، كنحطوا فيه مجموعه ديال الاسئله وكنقولوا واخا هادو واحد المعلومات اللي هما انتريسونت، ولكن شنو هو الكونتكست اللي حنا عايشين فيه، وشنو هو الخصائص ديالنا حنايا في هذا الكونتكست هذا المغربي. مثلا غادي تمشي عند شي واحد شي بلاد اخرى وغادي تقول ليه مغرب، جو سي با، تستعمل غير كلمات مثلا المخزن ولا شي حاجه بحال هكا، ما غاديش يفهمك علاش كتهضر، لانه سي ان كونتكست اللي هو بروبيس ديال المغرب سبيسيفيك. ما عرفتش واش جاوبت مزيان واش فهمت السؤال هذاك، جيسبر كو وي، مي جو بونس كو نقدروا نزيدو نناقشوا هاد النقطه شويه بشويه، حيت شويه صعيب السوجي، شويه صعيب وخاص بزاف تاع الوقت. معرفش كيبان لي نقدروا في نفس السؤال نزيدو نهضروا على كيفاش لابروش ديكولونيال مثلا في المغرب، كيفاش بدات كتدخل الفيمينيزم، زعما وقتاش وقع هذاك لو ديكليك ديال خرجنا من هذاك لو فيمينيزم اللي عرفناه مع مثلا مع لي فرونسي، وعرفنا بان راه فوالا راه حنايا عندنا واحد لو فيمينيزم اللي خاص بينا، اللي كي يتلاقى مع هذاك الشيء اللي كنعيشوا، اللي ما يبيعشوا الناس اللي قبل من مثلا من لا كولونيزاسيون. صراحه هو سؤال صعيب لان انا ما عنديش عليه ديتا. كنظن ان لطيفه بحسين هي اللي تقدر تعطي جواب مدقق على هذا السؤال هذا، ماشي انا، ولكن من الاكسبيريونس ديالي انا بيرسونيل في الميليو فيمينيست، كنظن بانه التساؤل يمكن كاع بدا، انا جو سي كو بدا لا ديكولونيزاسيون ديال لي سيون سوسيال ك ريفليكسيون عند المغاربه بدات نقدر نقولوا في الثمانينات بحال هكاك. Après, j'imagine que c'était une réflexion qui est un peu générale dans le monde entier, mais je suis sûre qu'elle était visible à un certain féministe. Après, de l'expérience que j'ai personnellement, et que j'ai essayé de faire la décolonisation du féminisme, je vais dire 2011, دونك هذه ليكسبيرونس ديالي بيرسونيل، ما كنحاولش نطبقها كاع على الموفمون فيمينيست المغرب. مي صراحه واحد الحاجه ما كنتش كنسمعها قبل، مي دابا كنسمعها اكثر واكثر،
في لي ريزو سوسيو الناس سواء في تويتر ولا شي حاجه اخرى. مي جو بونس كو مهم بزاف حيت الا ما ديكولونيزاش سي اون ديكولوجيز با لا بونسي ديالنا اون جينيرال ماشي غير لو فيميليزم ما كنظنش بانه غادي نقدروا نفهموا راسنا ونعرفوا الخصائص ديالنا ونمشيو لقدام. غادي نبقاو دائما بواحد الفكر اللي هو مستعمر في دماغنا حنايا مستعمرين في دماغنا وما to learn something is it's difficult حيت كنكبروا على افكار اللي هي استعماريه وكنكبروا على افكار ان البيض كيعرف احسن منا وبان اي فكر جاي من اوروبا راه هو احسن فكر ولا يناقش وما فيش الخطا. طيب نعطيو لراسنا الاحقيه بان عندنا الحق باش غير كل الخير حنا راه ماشي كل الخير. Donc, في la recherche ديالك خدمتي على le pouvoir et le genre في السينما المغربية. واش تقدر تهضر على كيفاش مثلا ديفينيتي le pouvoir وكيفاش هاد le pouvoir كاين في les interactions sociales ديالنا مثلا؟ انا لا ديفينيسيون ديالي ديال البوفوار سي اون ديفينيسيون اللي هي فوكوديان فيبريان ولكن مكنظنش بان عندنا الوقت باش نبداو نهضروا على لا ديفينيسيون ديال فوكو كامله على البوفوار ولا ديال ماكس فيبر. مي غادي نعطي اون ديفينيسيون اللي هي نحاول نكون سامبل. انا ما كنعتبرش بان البوفوار واحد الحاجه اللي هي لينير يعني ماشي واحد الخط غادي بحال هكا ولا غادي بحال هكا. مي كنعتبر ان البوفوار داير بحال واحد اوكتوبوت فوال يعني لو بوفوار اي بريزون بارتو اي في الكونتكست اللي كنعيشو يعني سواء كونتكست اللي هو سياسي اقتصادي او لا في العلاقات ديالنا الاجتماعيه في لي انديفيدو. سيتادير كو في البحث ديالي ديال الدكتوراه حاولت ندير واحد الاناليز ديال لو كونتكست يعني الكونتكست ديال المغرب السياسه ديالو السياسه زعما اون جينيرال المعنى ديال السياسه وكذلك المعنى ديال السياسه ديال لا سانسور ديال لا برودكسيون ارتستيك وبالضبط ديال السينما اي اوسي حاولت نحطو واحد لو كونتكست ديال نيو ليبرالي اللي هو الاخر ديال التسعينات والديبيو ديال لي زاني 2000 اللي كان فيه ان امباكت نيوليبرال على برودكسيون سينيماتوغرافيك الا كنا كنعتبروا اصلا بان كاين شي برودكسيون سينيماتوغرافيك في المغرب. مي بون هادشي فيه نقاش واحد اخر. دونك درت اون اناليز دو كونتكست اللي هي درت فيها ان بوفوار بحال هكا ابخي كاين كما قلت لي ديناميك دو بوفوار ما بين لي انديفيدو اي في لي غروب سوسيو سيغ لي ديناميك ديال لي بوفوار ما بين حاولت ندير ان اناليز لي تري بينير لانه صعيب ما ديرش ان اناليز بينير في العلم العمل الاكاديمي اون جينيرال حيت العمل الاكاديمي يبقى بينير ما بين الرجال والنساء وماشي غير زعما او نيفو ديال لوغ ايدنتيتي دو جونغ و لوغ اكسبرسيون جونغ في الافلام ولكن درت حتى اوسي اون اناليز ديال لي ريبريزونطاسيون يعني من دورات ما عرفتش مشات ليا كلمه بالعربيه لي ريبريزونطاسيون ديال لا راس ديال لا سيكسواليتي و ديال لورينتاسيون سيكسوال و لا كلاس سوسيال يعني هادو كاملين. دونك فوالا شويه صعيب انني نشرح كيفاش انايا كنشوف المنظور ديال الكونسيبت ديال البوفوار مي حاولت واحد التقليص بحال هكا صغير البحث ديال 300 باج. دونك زعما شنو بالنسبه لك الرابط ما بين لو بوفوار و لو جونغ في الخدمه ديالك ولا مثلا في السينما؟ هما غاديين مع بعضهم لان كما قلت قبيله يعني ما كاينش ان بوفوار كاينين دي بوفوار وهذوك لي بوفوار
ils sont intersectionnels. كيفاش نشرحها؟ Dans le sens ديال un individu alpha ما عيش بوحدو في الفراغ في الاسباس كيعيش في ان كونتكست اللي هو هذاك الكونتكست فيه بزاف ديال الحوايج يعني كيعيش واحد كيطبق عليه بطريقه مباشره او غير مباشره واحد لو بوفوار على لي ديسيزيون بوليتيك اللي كيديروا ديك الساعات يعني من ناحيه ديال الحريات ديالو كشخص من ناحيه ديال داكشي شنو كيدير شنو يقدر ما يديرش اي او ميم طون كاين لو بوفوار اللي هو سوسيال ديال شنو المجتمع كينتظر منك باش كيشوفك كراجل او لا كامرأة او لا كواحد شخص اللي ما كيعرفش فين غادي يحطوه فاش من كاز كيقول هذا واش راجل ولا مرأة ما عرفتش شنو واش هادو دي حاجه اخرى دونك كاينه هذه اللي هو سوسيال وكاين حتى لا كلاس سوسيال اللي نتايا منها يعني مثلا الا كنتي من اون كلاس لي سوسيال اللي هي لاباس عليها ولا من كلاس سوسيال اللي هي مويان ولا هي ما عندهاش ما بحالهاش ماشي نفس الحاجه ما كتعيش الحياه ديالك بنفس الطريقه يعني هادشي كامل علاش كنهضر بان لانتيرسيكسواليتي غاده مع هاد لي ديناميك دو بوفوار علاش متعلقه بلو جونغ لان مثلا النساء يعيشوا اضطهاد او بيرسون عابرين عابرات جندريان والناس اللي هما مثليين مثليات راه ما كيطبق عليهم هاد القوى بالطريقه اللي هي اكثر كناس اللي هما اجتماعيا مقبولين لانهم داخلين في واحد النمطيه ديال كيفاش خاصهم يكونوا ولا كيفاش خاصهم يلبسوا ولا كيفاش خاص تكون العلاقات ديالهم اون جينيرال دونك الجندر و ملي كنهضروا على الجندر راه كنهضروا على 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 لي بوفوار جو بونس ان بالنسبه ليا نفس الحاجه ميمكنش ما نهضروش على على لي بوفوار ونجيو بحال هكا سوبيتمون بدون نهضروا على ليدونتيتي دو جونغ سون لا لي او بوفوار لي لي كيدورو بيها دونك في السينما المغربيه واش كتظن ان كتغبرودويزي هذوك لي باترن ديال البوفوار ولا ستيريوتيب دو جونغ ولا هي كتصنعهم ولا كتحاول تبدلهم زعما في جينيرالمون في السينما اللي درستي من 1990 ل 2010 صراحه هو La conclusion quand oui la conclusion finalement il faut que je mais le but ديالي هو انه السينما finalement qui تاثر بالكونتكست اللي هو فيه لان quand on parle généralement اي production culturelle que ce soit cinématographique ou artistique ولا اي حاجه راها خارجه اولا كتخرج من واحد الموضع كتخرج من واحد الكونتكست زعما كي جيو ديز اكستراتيريست كي ديرو اون برودكسيون كولتوريل كنشوف حالاتهم كيخلوها لينا ميمكنش سي دي زومان ان غروب دومان لي عايشين فواحد لو كونتكست دوكو كيديرو اون برودكسيون بارابور لو كونتكست لي هما فيه لو كونتكست لي هما فيه تا كونتكست لي هو باترياركي لي هو ذكوري لي هو هوموفوب لي هو ترانسفوب لي هو اوسي راسيست زعما هذا واقع ما عندنا ما نديرو ليه ولكن ثاني جو سي با دون اون فيجن فاتاليست كنقول لك هذا هو الواقع ما عندنا ما نديرو صافي لا كنظن بانه سي امبورطون اناليزو لو كونتكست اناليزو لو برودكسيون كولتورال ديالنا باش نقدروا نفكروا داكشي اللي كنديروه ونحاولوا نعمليوه يمكن ولا مهم كريتيكي ولا نديروا به شي حاجه سكي سيغ سي كو لي ستيريوتيب اي سون ربري على ليماج Après, où est-ce qu'il y a une dynamique de production à la reproduction, c'est parce qu'il y a beaucoup de data pour faire une conclusion spécifique de ce qui se passe. Mais la dynamique est la même parce que c'est pas واحد لانفيني يعني ان برودوي كولتوريل كيخرج من ان كونتكست هذاك لو كونتكست
فيه دي ديناميك دو بوفوار اللي هما لي لو راسيزم الباترياركا لا كسينوفوبي لا ترانسفوبي لوموفوبي دو كو اون برودوي سيرتين مثلا اون برودوي دي فيلم هادوك لي فيلم كنديرو فيهم دي ستيريوتيب لان هادوك لي سينياست او الناس اللي كيكتبوا لي سيناريو يمشيو على حسب المعلومات اللي هما كيعرفوها ديكو كسسوا بغاو ولا ما بغاوش ما كنقولش كانت الناس ما مزيانينش انا كنقول لك حنا كنتاثروا بالمجتمع اللي حنا عايشين فيه هو برودوي دي ستيريوتيب اي فينالمون سكي دونجغ هي بانه هادوك لي ستيريوتيب كيبقاو في الصوره كنهضروا على واحد ليماج موفمون اللي الناس كتاكلها ماشي غير كتفرج فيها كناكلو حيت ليماج كناكلو كتدخل لينا في دماغنا كتبقى كتدور كلكو بار فهاديك لا ميموار دونك سكي انا كنعتبر بانه طون برودوي واحد العمل اللي هو سورتو فني ومتعلق بالصوره الاسئله اللي كنطرحوها كارتيست ولا كانسان كي برودوي هذيك ليماج مهمين يعني ماشي غير سؤال ايتيك ديال واش ندير ولا ما نديرش ولكن شنو كندير وعلاش كندير هذا الشيء و كيسكو سا بوغي انجندري ابري